بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الدرس الرابع أو محاضرة رابعة من الجافا سكريبت في دورة الويب ديفلوبمنت، وهنتكلم فيها إن شاء الله عن تغيير الستايل بواسطة الجافا سكريبت. آخر مرة إحنا خدنا تغيير المحتوى نفسه عن طريق الجافا سكريبت، يعني كنا وصلنا للنتيجة ديت. لو أنا جيت هنا في الفايل واخترت الريل تايم بريفيو وبعد كده اخترت جوجل كروم وليت الصندوق الازرق دوت وضغطت على الزرار دوت، الزرار ده بيقول لك كده ادخل تغيير المحتوى، هتلاقي غير المحتوى واعطى لك محتوى تاني غير المحتوى اللي كان موجود الاولاني. تمام، عاوزين نعمل نفس الحاجه بس نغير المره دي الستايل. طيب هنيجي هنا في الدريم ويفر وهنختار فايل وبعد كده نيو وهنختار اتش تي ام ال فايل وندي له تايتل مثلا وليكن تغيير التنسيق عن طريق الجافا سكريبت، تغيير التنسيق عن طريق الجافا سكريبت. تمام كده، واقول له كرييت وبعد كده هاجي هنا في الفايل واختار سيف واحفظ الملف HTML بعنوان تشينج ستايل. تشينج ستايل بالشكل دوت، وبعد كده هاجي طبعا اول حاجه خليه الاتجاه بتاعه عربي، الدايركشن بتاعه طيب والدانج عربك جيار. تمام. وبعد كده هاجي هنا في الهيد محتاجين ستايل شيت، فهنيجي في الفايل وهنختار نيو وسي اس اس فايل واقول له كرييت وبعدين هحفظ السي اس اس فايل دوت سيف داخل السي اس اس باسم تشينج ستايل او سايز تشينج ستايل تشينج بالشكل دوت، وبعدين هاجي هربط لا مش ده هربط الملف بتاع التشينج ستايل ده بملف ال HTML عن طريق اللينك تحت التايتل هنا، هاجي هنا لينك تمام وهديله ريل، وبعد الريل هديله ستايل شيت والتايب بتاعه يكون تكست على جافا سكريبت على سي اس اس قصدي تكست على سي اس اس، وبعد كده اعمل HREF على السي اس اس اللي هو دوت واختار اللي هو التشينج ستايل اللي هي دي. طيب تمام كده، تمام كده هعمل كنترول اس وكده ربطت ملف الستايل شيت بملف الاتش تي ام ال. تعال نخش جوه البادي دلوقتي وهنكتب كود بسيط وليكن ان انا عندي جرين بوكس ديف على هيئه ديف كده، ادي ديف والديف دوت هيكون جوه الباراجراف الجراف. تمام كده، وهنكتب فيه هذا هو الصندوق الاخضر. تمام عشان بس ندي readability نخلي دي هنا وهنخلي دي هنا بالشكل ده. تمام كده، تمام هندي الديف ده اي دي عشان نقدر نوصل له اي دي وليكن جرين بوكس. جرين بوكس تمام كده، يبقى كده عندي ديف اي دي جريني جرين بوكس. طيب بعد كده هنعمل بوتن وهنديله اي دي برضو وليكن جرين بوكس برضو جرين بوكس بالشكل دوت. تمام كده، تمام وهنقفل البوتوم وهنقول له هنا اضغط هنا لتغيير الستايل. تمام كده تغيير الستايل. طيب كده احنا عملنا الاتش تي ام ال كنترول اس، محتاجين نوصل للصندوق الاخضر ده داخل الستايل شيت وننسقه، فهنيجي هنا اول حاجه هنوصل للجرين بوكس عن طريق الاي دي بتاعه
معلش ريحة النباتيه بتعلق احيانا خاصة بتغيير اللغة دوت. طيب اول حاجة عاوزين الباك جراوند كولر، الباك جراوند كولر هنخلي اللون وليكن مثلا لون ايه، اخضر جرين. تمام كده كنترول اس، تعال نبص عليها هنا هتلاقي فعلا اللون اصبح بقى لون اخضر. عاوزين الكولر يبقى ابيض وايت. تمام كده وايت تمام. وعاوزين الفونت سايز، فونت داش سايز يكون مثلا 2 ايام، يعني معناها 16 32 بيكسل. كنترول اس نيجي هنا في الارتين ابص تلاقي اللون بقى اخضر ابيض قصدي، وال حجم الخط بيجي 32 بكسل اللي هي 2 ايام. تمام كده. طيب محتاجين كمان نعمل ويدث وليكن 400 بكسل، محتاجين نعمل هايت وليكن 350 بكسل. تمام كده. محتاجين نعمل بادنج وليكن 30 بكسل، محتاجين نعمل مارجن وليكن 50 بكسل. تمام كده. واحتاجين نعمل تكست الاين سنتر، تكست الاين نخليها سنتر بهذا الشكل. كنترول اس، تعال نبص كده على الشكل كده عندي بوكس بالشكل ايه، بالشكل دوت. تعال نشوف الكروم فايل وريل تايم بريفيو ونختار على جوجل كروم. اصبح دلوقتي عندي الصندوق اهو، وعندي الزر اللي هضغط عليه المفروض عشان يغير لي الستايل بتاع الصندوق. طيب خلينا واحده واحده. اول حاجه عشان اعمل سكريبت، طبعا زي ما احنا كنا متعودين احط هنا سكريبت، سكريبت ونخلي التايب بتاعه تكست على جافا سكريبت. تمام كده. واصبح عندي دلوقتي مكان السكريبت. اول حاجه هوصل للزرار عن طريق الدوكيمنت اوبجكت، دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، جيت اليمنت باي اي دي هاخد الاي دي بتاع الزرار عندي دلوقتي اللي هو الجرين بي، الجرين بي اللي هو بتاع ايه، بتاع البطن. تمام كده. واختار الحدث اللي هشتغل عليه اللي هو الاون كليك. طبعا هو في احداث كتير يا جماعه، في اون بلور، اون ماوس هوفر، اون دبل كليك، بس الاسهل عندنا احنا نوني الاون كليك. تمام كده. طيب الاون كليك هيساوي فانكشن، وخلي بالك عشان هنا في حاجتين في فانكشن بالاف كابيتال وفي فانكشن بالاف سمول، وفي فرق بينهم. تمام كده. احنا مش شغالين على الاف سمول عشان في احيانا لخبطه بتحصل كده، وبص تلاقي الكود بتاعك ما بيشتغلش خالص يعني. طيب لو وصلت للزرار تمام كده هنفذ الفانكشن دي. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز ابتدي اغير الستايل بتاع الجرين بوكس، يبقى لازم اوصل للجرين بوكس برضو عن طريق دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي. تمام. وهفتح قوسين وهفتح تو كوتيشن، انا عاوز اوصل للجرين بوكس اللي هو ده. المره اللي فاتت استخدمنا الانر اتش تي ام ال عشان نغير محتوى، المره دي هنستخدم حاجه اسمها الستايل، ستايل بالشكل دوت. تمام. طيب الانر اتش تي ام ال كان بيساوي، يعني كنت بكتب ايه يساوي كذا، لكن هنا الستايل هنا هكتب دوت كذا. يعني مثلا دلوقتي هفترض ان هغير ويدث مثلا على سبيل المثال، يعني هغير خاصيه الويدث، هاجي اقول الويدث هيساوي وهفتح اثنين كوتيشن زي كده واعمل سيمي كولون. تمام. الويدث مثلا هو كان هنا 400، خليه مثلا يكون 350 بكسل، 350 بكسل. تمام كده. وكنترول ايه واس، وتعالى نجرب الكلام ده في الكروم. ادي فايل، بعد كده تايم بريفيو بعد كده جوجل كروم. تمام. وهضغط هنا هتبص تلاقي الويدث كان من 400 بكسل وصل ل 350 بكسل. تمام كده. عشان تشوفه اكتر لو انت مش مقتنع برضو خليها دي مثلا 300 بس مش 350. كنترول اس وهعمل جوجل تايم بريفيو. بص كده كده اصبح كام؟ 300 بكسل من 400 ايه؟ من 400 بكسل. يبقى فعلا نجحت ان انا اوصل للخاصيه واغيرها. طيب تعال نكمل. ممكن ايه اخد مثلا ده كنترول سي كده اهو،
ونجرب خاصية تانية، ولكن خاصية الخلفية بدل الوس ديت هنخليها الباك جراوند كولر. هو بيجيب لك الخواص عشان ما تخافش منها يعني، او ما تطلبطش في السبيلنج بتاعها. هنخلي مثلا الخلفيه بلو، كنترول اس. تعال نشوف كروم، التايم بريفيو، جوجل كروم. لو عملنا كده اهو هتبص تلاقي الويتس اتغير تمام كده، والصندوق اصبح لونه ايه؟ لونه ازرق. طيب ممكن كمان اغير مثلا في الخط، في لون الخط اللي هو هنا اهو، هاخد دي نفسها كنترول سي حطها هنا كنترول في، واغير بدل الباك جراوند كولر هغير مثلا الكولر نفسه واخليه مثلا يلو، كنترول اي كنترول اس تمام كده. تعال نشوف كده في جوجل كرو، هبص تلاقي الصندوق الواتس بتاعه اتغير، الباك جراوند بتاعته اتغير، اللون بتاعته اتغير. ايه كمان ممكن نغيره؟ تعال نشوف الفونت سايز. تعال نغير الفونت سايز، هناخد دي كوبي كنترول سي ونحطها هنا كنترول في، وهنيجي هنا هنغير بدل الكالر هيبقى عندي الفونت فونت سايز اهو، وهنخليه مثلا 3 اي ام اللي هي 3 في 16 يعني 3 اي ام، كنترول اس. وتعالى نشوفها في جوجل كروم في التايم بريفيو، وبعد كده جوجل كروم وهنعمل كده اهو، هتبص تلاقي الحجم بتاع الخط اتغير. ايه كمان ممكن نعمله؟ طب تعالى نغير الكونتنت نفسه بقى، هنغير الكونتنت نفسه، هناخد دي برضو كنترول في، وبدل ستايل هنخليها انر اتش تي ام ال دوت انر اتش تي ام ال. معلش كان معايا اتصال، هنكمل. ممكن كمان نغير الفونت فاميلي، ممكن اجيب كده كنترول وفي ناخد كنترول سي نحط هنا كنترول في، هنخلي هنا الفونت سايز فونت فاميلي دوت فونت فاميلي دوت فونت فاميلي. فاميلي هنخليها مثلا وليكن مولو مونو سبيس سبيس تمام كده كنترول اس. تعال نشوف ال HTML بتاعنا، ظهر شويه تمام. ممكن برضه تغير الانر اتش تي ام ال، وممكن تخليه حاجه زي كده مثلا اصبح الصندوق ازرق. باراجراف تحط فيه باراجراف بي تاج، على بي تاج واكتب فيه كده اصبح صندوق ازرق، وهذا كنترول و اس. تعال نشوف هنا كده زي التايم بريفيو جوجل كروم، لو ضغطت هنا هتبص تلاقي الكونتنت اتغير، اصبح صندوق ازرق، الويتس اتغير، الخلفيه اتغيرت، اللون بتاع الخط اتغير، وبرده الخط ايه اتغير. كل ده قدرنا نعمله عن طريق الجافا سكريبت. يبقى عن طريق الجافا سكريبت يا جماعه انت ممكن تغير في الكونتنت، وممكن تتغير كمان فين؟ في الستايل. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير لي، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه عشان نوصل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله.